أبناء الأعزاء، أبناء الأعزاء، طلاب الصف الثاني الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية، فهيا بنا يا أحباب إلى درسنا. درسنا اليوم يا أبطال من الوحدة الأولى أوقات المرح، درس صحتي في رياضتي الجزء الثاني، الكفاية العامة، القراءة والمشاهدة، المعيار 27، صفحة رقم 33 في كتاب المدرسة. أبنائي، نعيد قراءة الدرس مرة أخرى. أحمد تلميذ مجتهد وموهوب، يحب كرة القدم كثيرا ويتمنى أن يكون لاعبا محترفا، لذلك انضم إلى فريق كرة القدم في المدرسة، وتعرف زميله فيصلا الذي يشارك الاهتمام نفسه والهواية نفسها. أحب أحمد وفيصل أن يعرف الرياضة المفضلة لأصحابهما في الفصل، فمرر هذه الورقة عليهم وكانت هذه النتيجة. في المرة الماضية يا أحباب لم نعرض النتيجة، واليوم سوف نعرضها. هذه النتيجة يا أحباب، هناك من يحب كرة القدم، وهناك من يفضل ركوب الدراجات، وهناك من يفضل كرة السلة، وهناك من يفضل الجري. الآن يا أبطال، أستخدم النتيجة في الجدول السابق للإجابة عن الأسئلة الآتية: كم عدد المتعلمين الذين يفضلون لعبة كرة ركوب الدراجات؟ كم عدد المتعلمين الذين يفضلون لعبة ركوب الدراجات؟ طبعا كلنا نقوم بعد العلامات: 1، 2، 3. إذن 3 متعلمين. السؤال الثاني: أي الألعاب أقل تفضيلا؟ طبعا كلنا يعرف الآن أنها لعبة الجري، لعبة الجري، فلم يفضلها إلا ولد واحد، رياضة الجري. أي الألعاب أكثر تفضيلا؟ طبعا محبوبة الجميع كرة القدم، 1، 2، 3، 4، 5، 6، وأحمد وفيصل يصبح العدد 8، أي أن الأكثر تفضيلا هي كرة القدم، رياضة كرة القدم. الآن يا أبطال، أكمل الشكل البياني الآتي في ضوء فهمي للجدول السابق. أكمل الشكل البياني الآتي في ضوء فهمي للجدول السابق. طبعا يا أحباب، نحن الآن معروض أمامنا الجدول، وفيه تظهر العلامات أمام كل رياضة، وسنقوم بوضع أشكال بيانية توضح عدد اللاعبين في كل رياضة. الآن أول رياضة معنا رياضة كرة القدم، أكثر عدد 6 لاعبين، أحسنت، 6 طلاب. ركوب الدراجات 3، كرة السلة 2، وأخيرا الجري طالب واحد. طالب واحد. الآن يا أبطال، أكتب جملة مفيدة عن وجبة صحية مناسبة للإفطار تعطيني القوة والنشاط كما تعلمت في مادة التربية البدنية. أتناول الجبن والبيض،
أشرب الحليب فأحصل على القوة والنشاط، تناول الجبن والبيض وأشرب الحليب فأحصل على القوة والنشاط. كل منكم يا أحباب له وجبة صحية مفيدة يتناولها، فأنتم طبعا تعرفون أنه من المهم أن يتناول الإنسان وجبات صحية. من الأعزاء، إلى هنا ينتهي درسنا اليوم. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.